هذا أخونا يقول إذا كبر الإمام للصلاة ثم تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته ثم تقدم المؤذن وأما المصلين فهل فعل المؤذن صحيح أم لا؟ هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي الذين يكونون قريبين من الإمام. والسبب قالوا لكي يفتح القريب من الإمام على الإمام إذا أخطأ في صلاته، يفتح عليه في القرآن، ولكي يكون عارفا لأحكام الصلاة فإذا سهى نبهه وبين له ما يلزمه الرجوع إليه من الواجبات دون السنن، وأن يكون عارفا لأحكام الاستخلاف، هذه أحكام الاستخلاف مهمة، ولذلك فإنه لا يكون خلف الإمام في الغالب إلا من يكون عالم لهذه الأمور. مسألة الاستخلاف هذه استفعال لا بد فيها من شخص يستخلف آخر، فلا بد أن الإمام هو الذي يستخلف الذي خلفه، لا بد أن يستخلفه، وهذه دلالتها. والإمام له حالتان إذا فسدت صلاته، ويجب أن ننتبه لهاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يكون فساد صلاته بسبب سابق على افتتاح الصلاة، كأن يكون قد أحدث حدثا ونسي هذا الحدث ولم يتذكره إلا في أثناء الصلاة. فإن المذهب بل قول جمهور أهل العلم أنه لا يشرع الاستخلاف، لا يشرع الاستخلاف مطلقا، بل تبطل صلاة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، فتبطل صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام ابتداء بطل صلاة المأمومين، لا تصح، فلا يشرع الاستخلاف. الحالة الثانية أن يكون بطلان صلاة الإمام في أثناء الصلاة، كأن يكون قائما في الركعة الثانية فانتقض وضوءه في أثناء الركعة، هذه هي التي يشرع فيها الاستخلاف، فيستخلف الإمام من خلفه ممن يرى أنه يعرف فقه الصلاة. ويشترط الفقهاء لذلك شرطا يجب الانتباه إليه، وهو أنه إذا أحدث الإمام في الصلاة أن لا يفعل ركنا بعده وهو محدث. صورة ذلك لو أن إماما أحدث في سجوده ثم بعد ذلك استحى أن يستخلف، وإنما قام واستخلف بعد قيامه، نقول صلاة المأمومين بالمستخلف باطلة، لأنه هناك ركن كامل فعله الإمام وهو السجود والانتقال بعده للقيام، وشرع في الركن الثاني وهو القيام، وكانت صلاته باطلة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المؤمنين، وبطلان ركن يبطل الصلاة كلها ولم يتداركه المأموم. إذن قضية الاستخلاف مهمة جدا، ومعرفة أحكامها دقيقة، ولذا قال الفقهاء إنه استخلاف ليس خلف، لا بد أن يأتي الإمام فيستخلف، فإذا لم يستخلف الإمام أحدا بعده فالأصل أن الصلاة باطلة، لأنه قد يكون الإمام انقطع من الصلاة وانفتل منها لكون الحدث سابق. وهذا ذكرت لكم قبل قليل هو الأحوط من قول أهل العلم وهو المذهب وهو قول الجمهور. نعم كثير من مسائل الفقه إن لم يكن أكثرها فيها خلاف، وللشيخ تقي الدين رأي في هذه المسألة بناها على مسألة التعبد بالظن، فإن الشيخ تقي الدين له رأي في قضية التعبد بالظن، يعني يتوسع فيه في قضية ينبني عليها فروع كثيرة، منها هذه ومنها الخامسة إذا قام لها الإمام وغيرها. أنا أريد أن أنبه لمسألة وهي قضية أن معرفة أحكام الاستخلاف مسألة مهمة جدا، ولعدم ضبط هذه المسألة أنكر بعض الناس على بعض أهل العلم، فإن بعض من أهل العلم في أحد أئمة الحرمين لما قطع الصلاة ولم يستخلف أنكر عليه من لا يعرف الحكم، والصواب مع ذلك العالم في أنه يجب أن ينفتل من صلاته لأنه أحدث قبل دخوله في صلاته، وذلك من جهل شيئا عابه، وإنما إذا زاد علم المرء قل إنكاره في المسائل، وهذه من مسائل العبادات يجب الشخص أن يحتاط فيها فإنها التمام. سمي شيخ نعم الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبطلت صلاة الإمام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وجاءت أحاديث كثيرة توجب المتابعة للإمام، تجب متابعته، فالمراد بمتابعته
فيما صح من أفعاله. فأفعال الإمام هنا باطلة، وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، يعني كأن هو هل تصح صلاته لنفسه؟ لا، إذن هي وجودها كعدمها، فلا تصح صلاته، إذن فلا يصح اهتمام من خلفه به. باتفاق أهل العلم، انظر معي، باتفاق أهل العلم أن المأموم إذا كان عالما بحدث إمامه فإن صلاته باطلة، باتفاق أهل العلم. ما دليلكم؟ قالوا لأن بطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المؤمن، هذه بإجماع لا خلاف بها، لا خلاف فيها. التي فيها الخلاف هي فيما لو ظن المأموم صحة إمامه، ولذلك فإن سؤالك في غير محله، لأن سؤالك هو سؤال عن مجمع عليه، وهو أن بطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين. يجب أن يكون السؤال بطريقة أخرى، وهي فيما هل يعفى عن صحة صلاة المأمون إن ظن صحة صلاة إمامه، هذا هو محل الخلاف، وليس لا تنازع في الأصل. وضحت المسألة شيء؟ هذا هو قصدك أنت الثاني. أنا أعيد لك صياغة السؤال، لماذا؟ لأن الدقة في الفهم بمعرفة في الفقه بالذات بمعرفة المأخذ، فربما نازع امرؤ وانشغل في تأصيل هذا الأصل أو في نقضه مع أنه مجمع عليه، مع أنه مجمع عليه في الصورة ذكرت لك قبل قليل، لكن استثنت الثاني في الخلاف الذي أورده بعض أهل العلم بناء على ما ذكرت له المأخذ منفصل تماما عن المأخذ الذي ذكرته. ثم بعد الصلاة اكتشف أن صلاته باطلة. نعم، يقولون صلاته باطلة على قول الجمهور، صلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة، فيلزمه أن يخبر المأمومين بإعادة صلاتهم، فمن غاب منهم ولم يكن حاضرا فإن صلاتهم عند الله عز وجل صحيحة، لأننا متعبدون بالظاهر من لم يعلم بحال الإمام. دليله ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته من ثنتين قام سرعان الناس خرجوا، فحينئذ لما نبه من ذي اليدين وصدقه أبو بكر وعمر قام فأتى بركعتين. قال الشراح ولم يذكر أن هؤلاء الذين خرجوا وابتعدوا أنهم أمروا بالإعادة، وإنما من كان قريبا وحضر فيلزمه الإعادة وإلا بطلت صلاته وهكذا. إذا من كان قد خرج من المسجد ولم يعلم منبه الإمام ولم ينتبه فهو متعبد بالظاهر. الإمام ولا المأموم؟ الإمام ينبه الجماعة، إذا جت الصلاة الثانية يقول صلى معنا الظهر، صلاة الظهر باطلة أعيدوها. وهنا في جانب يتعلق بالتقوى بالله عز وجل، بعض الناس يستحي، ولكن كان يتعلق به قضية عبادة فهذا خطير جدا. بعض أهل العلم لما تكلم عن قضية من أحدث في صلاته، طبعا جاء من حيث عائشة أنه يجعل ثوبه أو عمامته على أنفه ويخرج حتى يظن الناس أن فيه رعافا فيخرج لأجل ذلك، لكن يلزمه الخروج. بعض أهل العلم، شوف عبارة بعض أهل العلم، يقولون إن الذي لم يخرج من صلاته آثم، كذا يقولون بعض أهل العلم، يقولون إنه آثم، بل بالغ بعضهم أظن بعض الحنفية فقالوا إنه يكفر، لأنه استهزاء بالصلاة، تعمد أن يصلي الصلاة وهو محدث، بعضهم قال ذلك لكن غير صحيح. والصحيح أنها لا إثم عليه إذا كان يستحي، وخاصة طبعا غير الإمام، أتكلم عن عموم الناس، ولكنهم يقولون لا يقرأ في صلاته وإنما يستغفر الله عز وجل، كذا ذكر فقهاء، يستغفر، ينوي الانفصال بقلبه أنه خارج الصلاة، ولكن يتابعهم لإما أن يكون مسجد مزدحما وهو في أول مسجد، المسجد ما شاء الله 50 صف، كيف يخرج؟ فهنا لكنه ينوي الانفصال بقلبه لكي لا يكون مستهزئا. أما يعني أنه يكون كفر وكذا فهذا بعيد جدا. الإمام هنا إذا أحدث يجب عليه أن ينفصل وجوبا، ويجب عليه أن ينبه المأمومين، لأن الحكم ليس متعلقا به وحده بل بمن خلفه.